أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي كفاءات الإمارات. وكما عودناكم دائما نستضيف نخبة النخبة من رجال الأعمال، ومعنا لهذا اليوم رجل الأعمال الأستاذ سيزار. بداية أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. لو تعرفنا أكثر عن شخصك الكريم وعن بدايتك ومسيرتك العلمية والعملية داخل دولة الإمارات. إن شاء الله تعالى. طبعا احنا بلشنا المشوار العطور بلش من سوريا، من دمشق. هو طبعا فاميلي بزنس، الوالد هو اللي اسس العمل. الوالد وليد مدفعي، هو صيدلاني وكاتب مشهور بنفس الوقت. كان كاتب مسرحي وروائي وعنده جوائز عالميه بالقصه القصيره والروايه. فبلشت الفكره كان بمخبر ليقطر الورده الدمشقيه كتقطير للورد الدمشقي والياسمين الدمشقي، وتطورت الفكره واسسنا مصنع بسوريا عطور. وطبعا انا والدي يعني كان دائما بيزرع فينا فكره حلوه انه الانسان عنده قدرات هائله منحه اياها رب العالمين، وخلقنا الانسان في احسن تقويم. بس يامن بهالقدرات فالنجاح والتميز راح يكون حكما مؤمن. فانا تخرجت هندسه الكترونيه من جامعه دمشق، كنت الاولي على دفعتي. وبعد الجامعه بلشت مشوار العطور بشكل جدي تماما. طبعا كنت من الصغر امرق على المعمل وساعد الوالد بالصيف. فبعد التخرج طبعا عندي حب وشغف لهالمصلحه هي، فبلشنا المشوار واشتغلنا فتره لل 2008 2009. كان طموحي انه طبعا نطلع للعالميه. فبلشت دراسات وين نشتغل، وين ننتقل، وين نبلش. فطبعا بعد دراسات كثيره عملتها انا والتيم عندي، وجدنا انه افضل بيئه استثماريه لاقدر انطلق منها للعالميه هي الامارات العربيه المتحده. فكنت 2009 و10 كنت اطلع كثير لهون وادرس وين بدي بلش وشلون بدي افتح ونحط الخطط. 2011 12 يعني طبعا بلشت الاحداث للاسف بسوريا، فقررت اعجل بالموضوع. فاجينا لهون على جيت بلشت تماما نظامي بال 2012. فتحت مصنع بالشارقة وفتحت شركة بدبي، كانت مكاتبي وكلها بدبي والمصنع بالشارقة، وبلشنا المشوار بالإمارات. نحن كمصنع بنقدم، عنا قسمين، نحن عنا برنداتنا يلي هي بنشتغل فيها لإلنا، والقسم الثاني نحن بنشتغل برايفت ليبل لكثير، يعني كثير من البراندات الموجوده. وطبعا في بعض منه مرموق والى صيته، نحن عاملينه بمصنعنا من الاي تو زد، من اختيار العطور واختيار الغرشه واختيار كل شيء. يعني فنحن قسم برايفت ليبل وقسم بيهتم بالبراندات اللي قلنا. والله شوف، نحن يمكن كانت من المصاعب بهالبلد هي البيئة التنافسية العالية، لأنه بلد بيئة استثمارية للكل. فطبعا هي من المصاعب وبنفس الوقت كانت إيجابية، لأنه وقت أنت تكون ببيئة تنافسية عالية فأنت حكما لازم تقدم أفضل ما عندك، لازم تهتم بأدق التفاصيل مهما كانت صغيرة، ما تهمل شيء نهائيا، لازم تقدم منتجات عالية الجودة أكثر من يعني أكثر من المعتاد. طبعا اللي ساعدنا خبرتنا القديمه بهالمصلحه، شغفنا بهالمصلحه، وطبعا في كثير ايجابيات بالامارات كمان بتساعدك لانك تنجح. فالامارات بيئه استثماريه رائعه من كثير نواحي، كامن وامان، كاستقرار، نظام مصرفي رائع، نظام لوجستي رائع، انت عندك قدره تصدر لاي بقعه بالكره الارضيه بكل سهوله. طبعا عملة ثابتة ما بتطلع وبتنزل بشكل دائم وبتلبك المستثمرين والتجار والصناعيين. فكتير ميزات كانت حقيقة، كانت ساعدتنا كتير، سهولة المعاملات، سهولة فتح الشركات، هذا كتير ساعدنا. وبنفس الوقت في تنافسية هائلة خلانا يعني نشتغل ليل نهار، لأنه ما في مزح، بدك تقدم أفضل ما عندك لتقدر تنجح.
يعني والحمد لله فضل رب العالمين. يعني أنا بعتبر أنه بلشنا بدايات النجاح وعنا طموح طبعا ندخل العالمية وننطلق خطوة تانية لخارج الإمارات، يكون براند إماراتي موجود بكل قرنة، وطبعا نرفع رأس الإمارات فيه كبراند إماراتي رح ينوجد بأي قرنة بالعالم إن شاء الله ربنا يوفقك. وينافس طبعا هالأسماء الكبيرة الموجودة عالميا، نحن ما لنا أقل منها يعني بإذن رب العالمين. إن شاء الله من نجاح إلى نجاح إن شاء الله. بلادي يا بعد عمري، بلادي يا موطن عزتي وفخري، إماراتي وفديت اسمك وسام انحط على صدري، يا بعد عمري، يا موطن عزتي وفخري، يا علي ما خلا منها بلادي، بلادي واسألوا عنها، عن الماضي وعن الحاضر وعن طيبة مواطنها، عن الماضي وعن الحاضر وعن طيبة مواطنها. إماراتي 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 إماراتي. والله أحكي لك قصة صغيرة، أنا كتير عندي أصدقاء كانوا يشتغلوا بهالبلد وطلعوا تقاعد، معظمهم عندهم جنسيات فرنسية وأوروبية وأمريكية وكندية، فكانوا يقولوا لي دائما، فأنا يعني نسأل إنه بدك ترجع، بدك تروح على فرنسا، بدك تروح على كندا، بدك تروح على أمريكا، فبعض منهم يقول لي أنا داير العالم حقيقة ما بتلاقي أروع من هالبلد كحياة وكاستقرار، يعني مو بس موضوع بيئة استثمارية، حتى كإنسان بده يعيش فيها. فعلى حكي كثيرين مو يعني كثيرين سافروا وشايفين العالم نتيجة شغله ونتيجة بيقولوا لك هي أروع بلد كحياة واستقرار. طبعا بدي أقدم شكر كبير لكل شيوخ وحكام وقادة الإمارات يلي سهروا وتعبوا، وطبعا قيادتهم الحكيمة يلي وصلوا العالم تقول إنه هي أروع بلد للحياة للاستقرار، أروع بلد للاستثمار. هذا الحكي ما هو سهل، هذا الحكي أكيد في وراء تعب، في وراء سهر، في وراء جهود، في وراء قيادة حكيمة لحتى وصلت الإمارات لهالمراتب العليا هي. والله شوف، رسالة الشكر الأولى للشيخ محمد بن راشد وللشيخ محمد بن زايد يلي جيت هالبلد وتعلمت منهم انه في شيء ما في شيء اسمه مستحيل، فهدول ما بيعرفوا المستحيل وعلمونا انه ما نعرف المستحيل طبعا، وانه انتم لازم تكونوا رقم واحد، فالانسان لازم ليش يعني ليش ما يكون رقم واحد؟ تعلمنا منهم هي هذا الموضوع، وإلي وطبعا شكر من كل القلب لاني حقيقه انا تعلمت منهم اني بدي اكون رقم واحد. ما في شيء اسمه مستحيل بهالدنيا، لأنه هن ما عندهم مستحيل وهن صاروا رقم واحد كدولة. وطبعا بوجه شكر لبنتي آية ولعائلتي، وبوجه شكر لكل التيم يلي موجود بالمكاتب عندي وبالمصنع لأنه ساعدونا ودعمونا لحتى نوصل لهالمواصيل، وإن شاء الله لنوصل لمواصيل أعلى بكتير بإذن رب العالمين. هلا نحن عنا هلا كبراند ناي، نحن فتحنا اول محل لنا كان بالشارقه بزوايا ووك، وهلا فتحنا من اسبوع 10 ايام بالجميره بجمعيه الاتحاد بجميره واحد شارع الوصل، وطبعا هلا الفريق تبعي بابو ظبي عم ندور على كمان مكان بابو ظبي، وان شاء الله يعني بتوقع لاخر هاي السنه بيكون عنا 10 فروع 12 فرع يعني يعني اذا اذن رب العالمين باذن رب العالمين ان شاء الله تعالى. الله يخليك، الله يخليك يا رب. طبعا احنا نفتخر طبعا برنامجنا برنامج، الله يخليك وانا الي الفخر ان شاء الله انك تحقق ان شاء الله احلامك، توصل ان شاء الله توسع جميع دوله الامارات، توصل للعالميه ان شاء الله. الله يخليك من دوله الامارات انطلاقا ان شاء الله. شكرا لك ولنا لقاءات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لكم كثير، وإلنا الفخر طبعا نطلع بالقناة تبعكم. شكرا لك.
أهلين، الله يسلمكم، شكرا. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. كنا وإياكم مع رجل الأعمال الأستاذ سزار من داخل إمارة الشارقة. تابعونا كل جمعة وسبت في برنامج كفاءات الإمارات. دمتم بخير وفي أمان الله. شعبها وسرها واجمل تلاحم بحرها مع برها وشيوخها اللي للسحاب تجرها في حبها من حقها نرزف نرزف لها السعادة كلها نضربها اجمل مثل ونفلها الله يحفظها ونبقى نظلها.